لاني مع كمبيوتر محاك الشاحنات طبعا. يعني يا جماعة لقيت الدعم حلو قوي على اللعبة، فقلت اكيد لازم انزل لكم الجزء التاني. فيلا يا جماعة ما تنسوش اللايك والاشتراك، شوف فيديو صحابكم عشان يستمتعوا. يلا بينا نبدأ. طبعا يا جماعة يعني انتوا ما شاء الله عليكم ما قصرتوش خالص في الدعم، يعني قلت لكم يعني لو لقيت ده في دعم على اللعبة الفيديو اللي بعده تاني يوم على طول. فانتوا طبعا يا جماعة ما شاء الله يعني ما قصرتوش، فعرفت من كده انتوا حابين اللعبة. فان شاء الله هنزل لكم فان شاء الله اهوت يعني الجزء التاني يا جماعة. فيلا حاول لو انتوا برضو الفيديو ده وتجيب تفاعل عالي هنزل لكم الحلقة اللي بعدها كده. يلا يا جماعة انا مش فاضل حاجة على ما تشترك، اشترك في القناة بسرعة عشان دي 200 مشترك هنعمل مسابقة في اسطنبول جايز، فوز فيها هشحن له في اسطنبول جايز. تمام خاصة بقى كده، يبقى 32 لاعب بس هما اللي هيلعبوا عشان دوت الحد الأقصى يعني، وهي هيبقى 3 مبات عشوائيين يعني أنا مش هنقي حاجة. تمام كذا يعني، أو ممكن مثلا إيه يبقى عند 170 مشترك بس هنبدأ يعني إيه، هبقى بلعب اسطنبول جايزي في البث. تمام بس بعدها يعني ممكن مثلا توصلنا 200 مشترك عشان نبدأ المسابقة كده. تمام ممكن نبقى يعني ممكن اعمل كده، ممكن ساعات عند كل 100 مشترك كده اعمل مسابقة. تمام مش شرط اسطنبول جايز بس يا جماعة، ممكن العاب تانية برضو عادي. بالنسبة يا جماعة للعبة دي فهي ما فيهاش اونلاين للأسف، يعني الطارين بيشتغل يعني دي مش اونلاين للزمن. انا دخلت في التراب عفرت يعني ما شاء الله. ظهر يا جماعة انكم بتحبوا الالعاب اللي زي كده، يعني لو انتوا حابينها اضغطوا لايك عشان ممكن تجيبوا العاب يعني ايه يجيبلكوا ألعاب وحاجات تانية، حكاية بساط مثلا أوتوبيسات كده، في ألعاب كتير لو انت هنزلكوا محاكي عنها ماشي هنزلكوا في أسرع وقت. أول كده ما لقيتكوا كلموني في الكومنتات أو حاجة، أي لعبة يا جماعة والله بصوا أي لعبة أندرويد على طول أنزلها لك. تمام ما تكونش تقيلة قوي برضه، تمام عشان يطلع لكم في أحسن أحسن حاجة ميبقاش في نيك. يا جماعة أنا هنزل على الألعاب كده مثلا، ولو شفت في دعم هنزل لكم عليها جزء تاني لو انتوا حابين. يلا خلاص وصلنا المكان اللي هناخد منه التريلر. يا جماعة احنا ممكن نبقى نعمل في حلقة نروح بقى عند المكان بتاعي اللي هو البيت بتاعي كده، عند المكان بحاول اخلي الصوت يبقى جودته حلوة يعني اللي بيوصل لكم، بس انا ملاحظ يعني ان الصوت اللي بيوصل عندكم بيبقى وحش. يلا بينا اهو خدنا الحمولة دلوقتي بقى هما بيحطوا الحمولات فيها كده ماخدوش وقت وحاجة وخلصنا.
ممكن برضو يا جماعة نبقى ناخد لنا حمولات تانية انتوا تبقوا شايفينها كده غير الحمولات دي. عادي جدا كده. دلوقتي لو عايزيني اجيب اي شاحنة اكتبولي في التعليقات، يعني اقتراحات اللي انتوا حابينها اكتبولي في التعليقات. انا الحلقة التانية انا بشوفها بعدد اللايكات وعدد المشاهدات. يلا بقى يا جماعة، مش فاضل حاجة على الاخر. اشترك ناس واشتركوا، واحد اشتركوا، يلا اشتركوا بقى عشان تشوفوا المسابقة اللي في اسطنبول جايز. ان شاء الله اعمل لكم مسابقة عند 170 مشترك او عند ال 200، يعني لو هنعمل عند 100 عين مشترك يبقى لازم اوصل 200 مشترك عشان ايه نبدا المسابقه. شوف بقى المحظوظ اللي هيكسب في المسابقه دي. بصوا يا جماعه، هي المسابقه دي اصلا ممكن تدعمكم قوي جدا، تلاقوها بكره عايز جدا توصلتونا ل 200 مشترك او 70 مشترك بكره عادي جدا، هتلاقوها بكره او بعد عادي. او بص يا جماعه، هو على حسب، يعني ممكن ايه بعد شهر كده شهرين وايه نبقى نعمل مسابقه. ايا كان بقى عدد المشتركين، لا مسابقة ان شاء الله، يعني هنكون وصلنا ل 200 او 170 ان شاء الله. مستمتعين يعني بالسلسلة. يا نهار ابيض، دي هتبقى الصورة الصغيرة بتاعت الفيديو دي. يا ساتر، هعرضها لكم بقى في اول الفيديو كده تشوفوا. يا ساتر، بصوا عامل حادثة كمان. الشاحنة حصل لها حاجة ولا لا؟ الهاند بريك بتاخر، هتوطي هنا في داهية، نروح هنا في داهية. والله يلا ما نشوف كده في حاجة ورد. الحمد لله الصدام ده يا جماعة على فكرة بيحمي كويس. يلا بينا بقى احنا نتكل على الله اما نشوف كده وقت الابرار. لا بصوا، ما دام الجسم اللي هو مكتوب عليه وادي دوت زي الفل يبقى كده احنا في التمام، يعني مش حاجه دلوقتي ما تحسبش. ممكن بقى كده اما نروح المكان بتاعنا نبقى ايه نصلح بقى الاعطال كده. احنا معانا كام؟ حلو والله، احنا معانا 24,000. بس اسعار الشاحنات المستعمله هي اللي رخيصه، يعني بتبقى متضرره كده، بس الجديده بقى هي اللي نار. ممكن لو هنفتح شاحنه هتبقى مستعمله، بس كمان يعني ايه عشان ما بيعش الشاحنه دي انا محتاج اشتري لي جراج عشان اقدر اشتري لي شاحنات تانيه. بس الصراحه يا جماعه الشاحنه ديت انا شاريها جديده، يعني زي الفل،
120,000. هي الصراحة حلوة أوي يعني، مش مقصرة في حاجة، مظنش إن هي ممكن كده يا جماعة. عند 13 دقيقة إن شاء الله نوقف، يبقى نعمل بقى جزء تاني. بس يا جماعة ايه، انا في ناس بتحب الفيديوهات الطويلة وفي ناس بتحب الفيديوهات قصيرة، فانا ايه عشان ارضي الاتنين بعمل الفيديو وسط كده، اللي هو لا طويل قوي ولا قصير قوي. بعملها ما بين الربع ساعة كده، ممكن تبقى في ربع ساعة أو أكتر كده في الحدود دي. الفيديو ما بيوصلش 20 دقيقة. ميت الراجل اللي قصادي ده، بس هو مش عايز شحنة قوية أوي. بس أنا بقى ركبت حاجات يعني بتدعم كده النور، عشان كده النور بيبقى زي تاخدين بالكم. افتح الشباك. شوفوا الفيديو عشان تستمتعوا، ومع السلامة.